اليوم تجتمع قوى الخير، هذه المعلمون بأطيافهم، المنظمات الإنسانية بأشكالها من مختلف دول العالم، لتنقل رسالة أننا من هذا المكان الذي دمر أننا نبني ونعلم، وأن القتلة يجب عقابهم ويجب أيضا تجريمهم بجرائم الحرب. ونقول أننا من عيون هؤلاء الأطفال ومن اهتمام المنظمات الدولية نستطيع أن نكمل مسيرتنا في التعليم ونعلم ونبني جيلا يسهم في بناء الحضارة الإنسانية كما قدمت سوريا منذ 4000 سنة أول أبجدية للإنسانية وهي الأوغاريت الكتابي. نستطيع اليوم أن نقدم أيضا أبجدية السلام والمحبة. طبعا نحن اليوم كفعاليات مجتمع مدني في بلدة حاص عم نقوم بإحياء ذكرى مجزرة الأقلام اللي ارتكبها طائرات نظام الأسد 26/10/2016. راح ضحيتها حوالي 40 شخص، معظمهم من الطلاب والكادر التعليمي ومن جوار المدارس. طبعا اليوم نحن كفعاليات في البلدية عم نقوم بإحياء الذكرى تخليدا لأرواحهم وعهدا منا لهم أنه نحن مستمرون. يفيض بها على مسامعنا الطالب عبد الله محمد خير الحمادي، فليتفضل. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.